بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، إخواتي وأهلي، مستمعي برنامج الناس الطيبة، الناس الطيبة في كل مكان، أهلنا وحبايبنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقات برنامج الناس الطيبة. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. إخواتي وحبايبي، احنا لابد ان احنا قلنا ان احنا دايما مع بعض وبنهتم ببعض، بنهتم بمشاكلنا، باحوالنا، بحلولها، بنهتم بكل اللي يخصنا في طوائف المجتمع المصري كله، اللي هم لابد ان احنا وايد واحده واهل واحد ووطن واحد ونسيج واحد، فلاحينا، مزارعينا، اهلنا في كل مكان، في كل القطاعات، في كل قطاعات ومجالات الدوله. احنا بنرحب بيكم ودايما ان شاء الله بامر الله معاكم في برنامجكم الناس الطيبه. ويسعدني ويشرفني ان انا استضيف نموذج مشرف للمرأة المصرية، الست المصرية اللي هي نزلت على ارض الريف، على ارض الواقع، واشتغلت، الست المصرية اللي ما قعدتش في كل الازمات، وقفت خلف الدولة، وقفت ورا مؤسساتنا واشتغلت، الست المصرية اللي نزلت وحاربت عشان بلدها في كل المجالات. يسعدني ان انا يكون معايا الدكتورة اماني وهبة، رائدة العمل المجتمعي وطبيب الخير. اهلا يا دكتور اماني، ومنوره الدنيا كلها. اهلا بحضرتك وسهلا، منوره الدنيا كلها دكتور اماني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويبارك في حضرتك يا رب. اشكرك. طبعا دكتور اماني طبيبة الخير ورائدة العمل المجتمعي، نزلت لكل الناس على ارض الواقع في كل ربوع مصر، في كل محافظات مصر، في مراكز، لدرجة انها بتقول لاسماء بلاد يعني انا بصراحة مبهور وانا بسمعها. فجات الفكرة منين يا دكتور اماني ان احنا ازاي نعمل طبيب الخير ونشتغل على كده؟ والله الفكرة جات هو استعداد شخصي الاول يعني، وايمان راسخ بانه العمل العام ده والمشاركة في العمل العام ده واجب قومي ووطني بيمليه عليا ضميري وانسانيتي ووطنيتي وحاجات كتيرة جدا يعني. ولقيت انه مش يعني انا وانا طبيبة مش هيرضيني ابدا ان اعيش امنة وسالمة في مجتمع وحواليا ناس ممكن تتعرض لوباء زي اللي حصل في الفترة الأخيرة. تمام. وباء جائحة الكورونا. فالطبيعي أن أنا أخرج من حيزي الشخصي إلى المجتمع وأصلح مع المصلحين. دي كانت البداية. تمام. وزي ما قلت أنه هو استعداد شخصي ونفسي. تمام. والتزام شخصي. بدأت من 97 في قوافل، كنت في البحر الأحمر. تمام. فكنت بروح حلايب وشلاتين وأبو رماد وأنا أعرف قيمتها في أمن قومي مصر جدا. فكنت بروح قافلة كل شهر. تمام. بقى أرتب قافلة كل شهر. بنكشف على الناس وبنعمل توعية وبنوزع أدوية وبنعمل كويس. عمليات. وكانت يعني ساعدني فيها في الوقت ده كان اللي هو سعد أبو ريدة الله يرحمه، الله حافظ يرحمه. البحر الأحمر. تمام. وكان رجل نشط ووطني وجميل. فالثلاث سنوات متتالية كانت قافلة كل شهر، لقيتها بقت حاجه في دمي بقى وحاجه ما اقدرش استغنى عنها. هو عمل شاق بس نموذج ممتع. هو طبعًا. ممتع جدا طبعًا. فجيت بدات اعمل قافله هنا في القاهره، شويه في المحافظات. انتشرت القصه، لقيت الناس بتقول لي انت ليه مش عامله حتى بشكل مؤسسي. تمام. من ثلاث سنين بس عملنا لها ورق والورق مزعج جدا بالنسبه لي لاني ما بهتمش. يعني بننزل يهمني العيان اللي تعبان يوصل له يوصل له العلاج ويوصل له الخدمه صح. الصحيه وخلاص، انا مش مهتمه بالباقي بقى. كويس. بس طبعا اتفاجئت بده بعدين يعني. القوافل كتير، رحنا نجوع وقرى مصر كتيره جدا جدا، وزي ما حضرتك قلت اسماء قرى عمري في حياتي ما كنت اسمع عنها ولا كنت اتخيل انه ممكن يوصل مستوى الناس للدرجه دي. فلقيته واجب تاني انه مش الخدمه الصحيه بس اللي بنقدمها، ده واجب وطني بقى في كل القطاعات يعني. بقدم الخدمه الصحيه انا والمجموعه. تمام. العظيمه اللي معايا، وبنرجع بالسلبيات اللي موجوده في المكان اللي احنا زرناه. تمام. نعرضها في التلفزيون، نعرضها على السوشيال ميديا، نعرضها على المسؤولين، وحاجات كتير بتتصلح بتتعالج الحمد لله. تمام جدا. طب يا دكتور احنا في البدايه يعني برضو عايزين نقول كان دور طبيب الخير ايه في جائحه، في ظل جائحه الكورونا، في المرحله الاولى وان شاء الله نقدر نتعامل ازاي في المرحله الثانيه. انا هقول لحضرتك في المرحله الاولى احنا 28/2/2019 كانت اخر قافله، وكانت لمحافظه البحيره. تمام. كانت في خمس قرى هناك، كانت في عندنا في محافظتنا، في محافظه في مركز بدر، قريه جيم اللي هي ابو بكر الصديق. تمام. وعمر بن الخطاب والخرطوم وابو المجد.
وفي واحده كمان خمسه كمان انا نسيها، واو والف والخرطوم، وده مراكز والمجد تبع فلسطين، فلسطين رابعه فلسطين، رابعه سلام عارف المناطق دي كلها. دي عندنا في البحيره تبع مركز في البحيره. نزلت بقى على المستوى ده، شفت الحالات بتاعت شفت الناس، شفت الناس. والحقيقه كان في يعني تنسيق بيننا وبين السيد المحافظ اللي هو هشام امنه ورؤساء المدن اللي كانت في القرى دي، فكانوا متواجدين معانا ويسروا لنا جدا جدا، وبقى ينقلوا لنا ناس، يجيبوا لنا ناس. دي كانت اخر قافله عملناها، وكان ورجعنا اعتقد ان احنا اغلبنا كان مصاب بالكورونا واحنا ما نعرفش، سبحان الله. بعدها على طول توقفنا عن عمل. طب احنا معانا مكالمه وممكن نرجع تاني، انا معايا الاستاذ احمد. الو الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير يا سياده النائب. معايا الاستاذ احمد العباسي عامل يوم الطبيب. الو مساء الخير يا سياده النائب. مساء الخير يا احمد بيه، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، اهلا بيك، عامل ايه؟ منور الدنيا كلها يا احمد بيه. دكتور اماني. الو تقريبا احنا عندنا سمعني؟ عطل بقى في الاتصال. فهو الاستاذ احمد، استاذ احمد هنعود الاتصال بيه، عامل حاجه لاطبائنا العظام اللي هي في جائحه الكورونا، وقفوا الجيش الابيض بتاعنا اللي زي هو تصدى فعامل يوم الطبيب. احنا هنرجع تاني بقى لبلدنا والمناطق بتاعتنا دي، اتكلم وحلو قوي على يوم الطبيب دي، عندي مداخلات حاجات كتير عايزه اقولها. تمام. كنت بقول لحضرتك اول حاجه في البحيره عشان اكمل سؤال حضرتك. اتفضل. واحنا في البحيره خلاص كشفنا ورجعنا 28/2، فحصلت جائحه الكورونا، وكان خطر جدا وجود تجمعات. فانا لو جايبه العيانين كلهم في واحد بس عنده كورونا فالباقي هيصاب. فكنا بس بنستقبل الحالات بتاعت كورونا بالتليفون، يمكن انا والمجموعه واغلب الاطباء الحقيقه. تمام. يعني مئات الحالات من المرضى بنستقبلها وبنفضل نتابعها في البيت في الوقت اللي كان فيه عزل منزلي. دخلنا كمؤسسه طبيب خير 218 حاله بمساعده. تمام. المخلصين في وزاره الصحه، فده كان دورنا يعني. بنتابع العيان لغايه الاخر. بنحاول ان احنا نوفر ادويه للناس الغير قادره. ده كان دورنا في جائحه كورونا الاولى. عن جائحه كورونا المرحله الثانيه او الموجه الثانيه، فأنا جاي النهاردة وأنا في غاية الحزن الحقيقة يعني. وبأنعي أستاذنا العظيم النبيل الأستاذ الدكتور محمد ناصر، ربنا يرحمه، عميد معهد القلب السابق والرجل الفاضل اللي ملى الدنيا بهجة وملى الدنيا إنسانية، والحقيقة عمره اتأخر عننا في أي طلب. وحزنت جدا لأنه برضو ممن يعني جائحة كورونا حصدت روحه ضمن العديد من الأطباء العظام، وهنرجع تاني للأطباء. وجائحة كورونا. تمام. معايا الأستاذ أحمد عباسي رئيس مجلس إدارة شركة شاهد وصاحب مبادرة يوم الطبيب. يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، طب شكرا كده. احنا عندنا مشكله تقريبا بقى في الاتصالات، احنا خلينا بقى مع بعض. طبعا الدكاتره اللي ضحوا لسه حاله دلوقتي حضرتك بتكلمينا عنها، ان حد عزيز وشخصيه قدمت لمصر كتير عليه رحمه الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنرجع تاني بقى دكتور اماني، احنا ازاي نوجه الست يعني كل طائف المجتمع المصري، والست الريفيه اللي هي بتطلع ليطيرها وتطلع الغيط وبتتعامل وبتنزل السوق، احنا عايزين نوجه لها نصايح بقى في ظل الازمه بتاعتنا دي، ونشوف احنا نقدر نقدم لها ايه بقى على المستوى اللي حضرتك لمستيه بعينيك وعلى ارض الواقع. طيب. يعني ما كنتيش قاعده في مكتب، لا ده انت كنت بتنزلي. اتفضلي. وهنرجع تاني للاطباء لان عندي فضل. حاجات كتير عايزه اقولها. المراه عموما الريفيه او غير الريفيه المصريه، واحنا بنتعامل بعدم فئويه يعني. انا تمام. باخدم الرجل والمراه على حد سواء، فالاثنين بوجه لهم نفس الكلام وبقول لهم ان احنا ناخد بالنا. احنا عندنا حالات كتيره جدا دلوقتي موجوده. تمام. يوميا انا بستقبل تليفونات 10 حالات. كان الاول. تمام. انا تعبان، وبعدين انا ومراتي تعبانين، وبعدين انا ومراتي وبنتي وابني، وبعدين خالي وخالتي. فبدانا نخرج خارج نطاق الاسره كمان، بقت العيله اللي بيتجمعوا بالتاكيد في مناسبات يعني. فلازم ان احنا نرجع مره تانية. تمام. للاجراءات الاحترازيه اللي هي خط الدفاع الاول. تمام. في مواجهه كورونا، ان احنا نحمي نفسنا من صح. من هذا الفيروس اللعين. الاول طبعا الماسك، ولازم ان احنا نلبس الماسك في خروجاتنا، ونحاول ان احنا ما نكونش متواجدين في تجمعات. ما ينفعش ان احنا يبقى في بيننا مسافات اقل من متر ونص، مترين بيننا وبين الناس. تمام. غسيل الايدين باستمرار.
استخدام المطهر الكحول اللي هو 70% تركيزه زي ما كنا بنعمل قبل كده. تمام. عدم دخول الناس سوري بالشوز جوه البيت بالاحذيه. مهم جدا. دي حاجه. مفيش مشوار مهم ملوش لازمه ان انا انزل. صح. مش لازم ندوات ومؤتمرات واحتفالات ومهرجانات الجونه وبعد الجونه مش عارفه القاهره الدولي، ودي حاجه مضايقاني جدا، ملوش لازمه دلوقتي. كلام مظبوط. احنا مش لازم ان احنا نتجمع الا في الحاجات الاساسيه، الاهتمام بالصحه العامه واكل الخضار واكل الحاجات اللي بتزود المناعه للانسان مهم جدا جدا، فدي حاجات لازم ناخد بالنا منها وربنا يعافينا ان شاء الله يعني. طيب تعدي التدخين بقى يا دكتور اماني، التدخين ومرض كورونا. مش السؤال ده بنتساله كتير يعني. التدخين طبعا بقى. التدخين بيدمر الجهاز التنفسي وبيحط صح المدخن يعني تحت درس فيروس كورونا. انا دلوقتي هو بيهاجم كل الاجهزه عموما. تمام. يعني بيهاجم الجهاز الهضمي والبولي دلوقتي قالوا، وبيعمل احيانا حاجات مع الجلد، لكن هو الاعراض الاولى كانت بتظهر في الكحه وبعدين بينزل على الرئه وبيعمل تليف في الرئه، فده اللي بيسبب الوفاه يعني. تمام. فاما بديله اصلا رئه متهالكه يعني انا بسهله الامور يلا كمل عليا بقى. فطبعا من الحاجات الخطيره بالظبط. فياريت كل واحد، احنا ناس مثقفه وناس واعيه ولازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس قوي يعني، ما نخليش الحاجات دي هي اللي تشتغل علينا، احنا اللي عارفين الصح فين والغلط فين. فياريت الناس تبعد على قد ما تقدر بالتدخين واحده واحده، وان شاء الله هن تمام. معايا رئيس مجلس اداره شاهد وهقول الو بقى تاني يا استاذ احمد. الو للمره الثالثه. ايه يا حبيبي اخبارك؟ مساء الخير يا سياده النائب. حبيبي ربنا يبارك فيك يا باشا. معايا الدكتوره اماني وهبه رائده العمل المجتمع التلفزيون. انت والدكتوره اماني ربنا يخليك يا باشا. كلمنا بقى يا باشا عن يوم الطبيب وفكرته وايه الهدف منه يا احمد بيه. اولا انا بشكر حضرتك عشان انت تحت لنا الفرصه دي ان احنا نتكلم عن يوم الطبيب. ربنا يخليك. وطبعا في حضور الدكتوره اماني وهي طبيبه الخير واسمها معروف جدا. ربنا يخليك. احنا يوم الطبيب احنا قررنا ان احنا نكرم الاطقم الطبيه الشهداء اللي جالهم الجائحه بتاعه كورونا. صح. اللي كانوا هم واقفين قدام كل العالم وكل المصريين وكانوا هم حائط الصد بتاعنا، فاحنا قررنا ان احنا نكرم الاطباء الممرضين فنين الاشعه كل الذين اصابهم حاجه في جائحه كورونا واللي لسه بيقتلوا الاولى والموجه الثانيه واللي لسه بيقتلوا. الاتصال قطع. تمام سامعك يا استاذ احمد. فاحنا قررنا ان احنا نكرم الاطقم الطبيه دي في يوم يكون اسمه يوم الطبيب، وده يكون يوم سنوي. حاجه جميله جدا. يكون كل سنة، يكون في بداية السنة من كل سنة ان احنا نكرمهم فيها على مجهوداتهم والحاجات اللي هم وقفوا ضد الجائحة اللي دمرت كتير مننا. ربنا يبعدها عننا ويبعد عننا الوباء يا رب ان شاء الله. بموفق وهيبقى يوم عالمي ويبقى يوم في تاريخ مصر كويس، واحنا بندعي بقى بنوجه الدعوه للدكتوره امان ان شاء الله على راس المؤتمر ان شاء الله. شكرا. ربنا طبعا تشرفونا، وكفايه مشاركتكم بس كفايه ان انتوا تفتكروا حاجه زي دي، ده انتوا كده يعني داخلين في صميم الحاجه. الف شكر يا احمد بيه، ونتمنى ان شاء الله بالتوفيق للمؤتمر ونرجع تاني للدكتوره اماني. تمام يا دكتور. يعني خليني اعقد على اتفضل. كلام استاذ احمد عباسي، احترامي وتقديري طبعا، و من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ربنا يبارك فيك. فكتر خيركم وكتر خير اي حد بيشايف ان الدكتور لازم يتقال له حتى شكرا. الحته اللي مزعله الدكاتره، وانا جايه مليانه بغضب اطباء. اتفضلي خدي راحتك من الناس الطيبه. لا خد راحتي خالص. اللي عايزه اقوله، الناس اللي لحنت واللي غنت واللي اخرجت للجيش الابيض اغاني جميله. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل الكلام ده، لكن دي نمره 2 أو 3 أو 10 احنا محتاجينها. تمام. يعني عشان الطبيب يؤدي خدمه لازم يحس ان الناس دي بتحبه. الناس. تمام. دي اللي هي مين؟ المسؤولين اللي هم القائمين على الصحه في مصر. تمام. ما ينفعش انه انا احط حد بيحارب زي ما الجندي والعسكري بيحارب. تمام. ومسلح باحسن الاسلحه على مستوى العالم. تمام. السيد الرئيس بيستوردها من بره وبيجيبها عشان يسلح المجند او الجندي او الضابط او المنتمي الى الجيش والشرطه. تمام. عشان يدافع عن البلد، احنا برضو بندافع عن البلد، فلابد ان يكون الطبيب مسلح. تسليح الطبيب ده يكون ازاي؟ انا بحب السيده وزيره الصحه جدا وبحب كتير جدا. انا بحبها جدا وبقدرها، والسيد الرئيس طبعا. واحترامه للمواطن طبعاً. المصري واعترافه بانه البطل الحقيقي في مواجهه كل الابتلاءات، وانه اللي بيتحمل عشان مستقبل افضل.
لكني قد يعني في بعض الحاجات ممكن نقول انها مش واصله للقياده السياسيه، انها مش واصله للسيده الوزيره، فدوري انا اماني وهبه وغيري من المخلصين اللي بيحبوا البلد بامانه، ودورنا كلنا ان احنا نوصلها. نوصل احنا شفنا طاقم طبي، كان السيده الوزيره وكان معاه مجموعه، كانوا لابسين البدل الصفراء الجميله اللي هي للوقايه من فيروس كورونا، وسعيدنا جدا بهذه الإطلالة الجميلة، واللي بتنم على أن البلد دي بلد واعي. فالطبيب لازم يلبس، يعني نفسي أشوف كل الأطباء، كل من أول طبيب الاستقبال على فكرة مجهز ومسلح بمستلزمات اللي بتحميه وبتحفظه وهو داخل يواجه. على فكرة هو بيواجه حالة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، فبياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية، ففي حاجة اسمها فيرال لود، يعني كثافة الفيروس عنده بتكون كتيرة جامدة جدا كتيرة، فبيموت حواليه. عشان كده فإحنا كل يوم بنفقد أطباء بسبب القصة دي، إن هو مش مسلح. تمام. الحاجة الثانية، السيد رئيس الوزراء، وإحنا كنا كلنا زعلنا منه لما قال علينا متقاعسين، ومش عارفة يعني هنسامحه ولا لا على الكلمة دي، بس خلاص إحنا بننسى. كان قال على المستلزمات الطبية، وقال الكلام ده وصرح بيه، المستلزمات الطبية يا جماعة فيها اللي هو أمين المخازن بيعمل تلاعب. طبعا دي كانت تصريح أنا شايفها غير موفق، لأنه فين الإدارة، فين الجهات الرقابية. أتمنى في استقبالنا للموجة الثانية بتاعت كورونا حاجتين: أولا نعد خطة محكمة جدا ندرس فيها الوضع القائم بكل نقاط الضعف ونقاط القوة اللي موجودة فيه بمنتهى الشفافية وبمنتهى الأمانة وبمنتهى الدقة، ونقول احنا عندنا كذا وما عندناش كذا، عشان نقدر ان احنا نصلح. هناخد بالنا من أمناء المخازن ونمنعهم من التلاعب مرة تانية. احنا عددنا للأطباء ايه؟ الطبيب اللي بيروح وبيموت، وأطباء كتير شهداء من الجيش الأبيض كتير جدا. الطبيب ده ليه ما بيتعاملش معاملة شهيد الجيش والشرطة ويخرج له معاش، معاشه ما بيكملش 1000 جنيه، وبيتعب جدا عشان يوصل. تمام. مش هتقطعني. طيب. وبيتعب جدا عشان يوصل لمعاشه. فمطلب اساسي انه هذا الشهيد اللي ضحى عشان الناس دي تعيش انه يعامل معامله شهيد الجيش والشرطه. في نقط تانية بقى. طيب انا معايا بقى بنتهز الفرصه، وانت معايا طبعا. انا معايا الحاجه سلوى الهرش، امين عام المراه لاتحاد القبائل العربيه، والست السينمويه العظيمه اللي كانت واقفه في كل احتفالات مصريه، وكانت واقفه ورا الدوله، الست السنويه اللي قدمت كتير واشتغلت. اهلا يا حاجه سلوى. السلام عليكم ورحمه الله، بحييك وبحيي الدكتوره اماني ضيفه سيادتك استاذ احمد. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يخليك، انت منورانا يا حاجه سلوى والله. انا بحييها باسم نساء مصر كلهم وباسم نساء القبائل على مستوى الجمهوريه، وبتمنى من الدكتورة ان هي تنسق معانا واحنا تحت امرها، لان انا لسه بالامس القريب كنت مع المرأة في مطروح وبعمل جولات. طمنينا بقى عليهم في سينا واهلنا في سينا ومطروح، لكل القبائل، وانا بدعوها من خلال برنامج سيادتك ان هي تشارك معانا مبدئيا لحماية المرأة الام على مستوى الجمهورية، وخصوصا سيدات القبائل، لان هم الاكثر عرضة للامراض، هم الاكثر عرضة للهواء والصحراء وما فيها. فأنا يمكن اشتغلت فترة مدير فرع المجلس القومي للسكان لشمال سيناء، وكل اللي بتكلم فيه الدكتورة أماني، يمكن المناطق المحرومة من تواجد المستشفيات والصحة، كنا بنروح الحسنة ونخل وبنروح الأماكن النائية البعيدة بقوافل طبية فعلا لحماية المرأة المصرية. ويمكن سيادتك الحديث الأخير للسيدة حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، احنا بنحييها على الطلة الجميلة اللي طلت بيها على المرأة المصرية، ومن خلال حديثها قد ايه حسينا ان معاليها مهتمة بالمرأة، بصحتها، بمنتجاتها، بإنتاجها. فإحنا بنحييها من كل قلوبنا من خلال المرأة القبلية، ونقول للسيدة حرم الرئيس إحنا في انتظار المزيد والمزيد من الاهتمام بالمرأة المصرية في المرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله يا حاجة سلوى، وأنا معاكي برنامج الناس الطيبة ومع الدكتورة أماني، وعد إن إحنا إن شاء الله، وإن شاء الله معاكي بأمر الله، وننسق معاكي تحت أمرك طبعا، وتحت أمر المرأة المصرية في كل مكان. شكرا يا حاجة سلوى، وإن شاء الله توعدينا إن أنت تكوني موجودة معنا في حلقة إن شاء الله بأمر الله. أهلنا وأخواتنا الناس الطيبين، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، استنونا مع الدكتورة أماني وهبة طبيب الخير ورائدة العمل المجتمعي.
أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني، أهلنا الطيبين في كل مكان، حبايبنا اللي احنا بنحبهم. رجعنا مع الدكتورة أماني وهبة طبعا، وعايز أوجه لها بقى سؤال. يا دكتور أماني، حضرتك شايفة احنا واجهنا المرحلة الأولى، عندنا بقى المرحلة التانية، دي مهمة جدا، إزاي ربنا ينصرنا ونتغلب عليها، وإزاي ربنا يعدينا من الأزمة الحقيقية اللي احنا فعلا كلنا بنعيشها وتعبانة نفسيا ومخوفة الناس من بعضها، فاحنا إزاي بقى نعديها ونشتغل عليها إزاي؟ ازاي نعديها؟ لازم نعد لها، يعني عشان نعديها لازم نعد لها. احنا عادي طبعا كانت المرحلة الأولى ما كناش عارفين حاجة، كنا بنخبط شوية، وده عادي لأن الموضوع كان جديد وعلى مستوى العالم، ما كانش مصر بس اللي بتعمل كده. فاحنا دلوقتي عندنا خبرة من المرة اللي فاتت، ايه الأخطاء اللي وقعنا فيها المرة اللي فاتت، فدلوقتي ان احنا نحاول ان احنا نتفادى هذه الأخطاء. تمام. الخطأ الأولاني زي ما قلت ان احنا ما كناش مسلحين الجندي اللي بيدافع عن كورونا، وده مطلب ان احنا نوفر مستلزمات حماية هذا الطبيب اللي بيواجه المرض. طبعا بيواجه المرض بكل عنف. تمام. وبيستشهد، فدي نمرة واحد. الحاجة التانية، احنا اتكلمنا عن توفير سراير، وكان في سراير كتير جدا. يعني كان في فيديو متداول انه في مستشفى ميداني فيها 4000 سرير. فنحضر الحاجات دي عشان نواجه الحالات، يعني ما يجي لي حالة ما اقولش لا ده ما فيش اماكن، لا ده احنا عندنا فيديو كان بيقول ان في مستشفى ميداني فيه 4000 سرير. تمام. كنا الاول بنعمل العزل المنزلي، وده ما كانش، كان له اضرار برضو العزل المنزلي، يعني لما رب الاسره الاب مثلا يصاب فيعزل في الاسره، كل الاسره بتصاب. فكان من الافضل ان هو ده بس اللي ناخده ونعزله في مكان للعزل. فتوفير اماكن العزل ده مهم جدا. الحاجة الثالثة وانا الرابعة وانا مش عارفة دي تتحقق ازاي، بس احنا عشان بنيجي نعمل احصائيات عدد الاصابات، بقول عندي، يعني احنا قربنا نوصل دلوقتي ل 500 حالة في اليوم اصابة. ال 500 بشهادة كل الناس وحتى السيدة الوزيرة ما هياش رقم دقيق. لا ليه؟ لا عشان انا اقول اكتر من كده، اكتر ده هم 500,000. انا عشان اقول انه الحالة دي مصابة يكون عامله لها مسحة الاول. تمام. واقول انها مصابة. فالاف بس ما تعملهاش. بس الاعراض الشائعة اللي داخل الاعضاء يا دكتور، ما هي الاعراض اللي هي ما انتش عارفاها، برد مش عارفاها ايه ده الدور ده. هو انا اقول لحضرتك بس برضو عشان ما نمنع القصة في الاول خالص، ما بتيجي اعراض بنعمل حاجتين في الدم مهمين، دي دايمر والسيرم في الريتين. الحاجتين دول يعني تحليل دم عادي. تمام جدا. مجرد ان هما بيطلعوا عاليين فبنقول ان احنا نعمل اشعه مقطعيه للصدر، دي اللي بتبين. تمام. طلع في الاشعه المقطعيه في مشكله وتركيز الاكسجين في الدم في مشكله، فخلاص العين ده لازم يتحجز، وقد يحتاج لجهاز تنفس صناعي موجود في مستشفيات العزل. المصل بقى ده مهم. طب المصل ده، يعني المصل اللي هو بيتكلموا عنه، في مصل؟ المصل اتقال هي كله لغايه دلوقتي كلام، واتقال من الجهات المسؤوله انه في 20 مليون تطعيم، وانا من اسبوعين سمع من مسؤول قالها لي في مكتبه ان في 40 مليون، فانا مش عارفه الحقيقه فين، هم 40 مليون ولا 20 مليون. تمام. خليها اقل من كده، لكنه لغايه دلوقتي مفيش حاجه اتخذت. احنا برضو ادينا انطباع للعالم، لان احنا ما بنعملش مسحه، فما عندناش يعني احصائيه دقيقه لعدد المصابين. تمام. فاحنا بالنسبه للعالم منطقه خضراء ومنطقه امنه، فمش محتاجين المصل. فساعه ما يجوا، يعني ربع امريكا عندها او امريكا فيها ربع حالات الكورونا. تمام جدا. انجلترا استلمت المصل. انجلترا استلمت المصل بتاعها لانهم بيعترفوا. ايطاليا فيها 600 حالة وفاة يوميا، احنا بنقول ان عندنا 12-13، فاحنا لازم احنا اللي نجاهد بان احنا نجيب المصل ده. انا رأيي ان احنا نطرحه في الصيدليات، اللي قادر يشتريه يشتريه، واللي مش قادر بس ممكن يبقى موجود، بس يكون موجود جدا. لان صح حتى الطبقة اللي تقدر موجود تشتريه، يبقى احنا حمينا جزء منها، والباقي نقدر نوفره بطريقة او باخرى. تمام يا دكتور. احنا عايزين بقى نتكلم عن الانجازات بتاعت القوافل، لان احنا محتاجينها تاني ونفعلها اكتر واكتر ان شاء الله. الحكايه كده ازمه هتعدي ومرينا بقى ازمات ان شاء الله باذن الله. فاحنا عندنا يعني عرض بقى للقافله، واشتغلنا بيها ازاي، وحضرتك والناس وهي شغاله، فالجماعه بيعرضوا لنا الصور للمشاهدين ان احنا ازاي نزلنا كل الكرة دي والاماكن دي يا دكتوره. جميله طبعا. حضرتك يعني بقى علقنا كده، يعني كويس قوي الاماكن. الصوره دي كانت في ستابل عنتر، كانت دي في سيمبو، في قرية سيمبو في الغربية. تمام جدا. دي كانت في أسيوط، رحنا 5 قرى في أسيوط. تمام جدا. اللي بعدها فين؟ أنا مش شايفة تاني. تمام. رحنا البحيرة، قلت 5 أماكن. دي كانت في الرويعي ما اتحرقت، دي كانت في اسطبل عنتر. تمام جدا. دي كانت في المطريد القهلية والمنزلة، دي كانت في الزيتون، فاكرة؟ في صورة دكتورة كده وانت قاعدة مع راجل كبير قوي في السن،
حد جد بالنسبة لنا وأب كده دي؟ لا لا في صورة تانية وانت يعني سبحان الله انت قريبة قوي من الناس اللي في أهلنا الطيبين دول. هي صورة أعتقد كانت أهي أيوه معانا على الشاشة. أيوه دي الصورة دي أنا عرضتها الأولانية الاتنين كانوا في اسطبل عنتر. تمام. عرضتها في أكاديمية ناصر العسكرية وقلت الصورة دي بتجسد حالة الصحة في مصر. تجسد فعلا يعني هي دي تجسيد لحالة الصحة في مصر. المريض اللي كان عندي ده كان هو فقير ومريض ومكسور وما بيشتغلش وبردان، فكنا موزعين له موزعين بطاطين، هو شايل البطانية وكان بيبكي على فكرة الصورة دي كان بيعيط. وطبعا انا ما بطلبش من حد يصور، لكن فعلا كانت لقطه انا بعتبرها يعني لقطه رائعه وبتعبر عن حال الناس في كتير من شريحه عريضه من الشعب المصري. احنا دكتور انا بقى ليا سؤال، انا شخص بعيد عن اي حاجه يعني انت نزلتي كل الاماكن دي وفعلا يعني بقى في التحام مباشر مع الطبقه البسيطه بتاعت مجتمع، بعيد عن الطب والكلام الجميل اللي احنا دايما انت بتطبقيه، انت التحمتي مع الناس دي وشفتي مواقف مؤثره في حياتك. الناس دي فعلا بجد امانيهم وطموحاتهم احلام بسيطه جدا، يعني على الارض فعلا هي احلام بسيطه. اصعب المواقف بقى يعني اللي انت فعلا ما قدرتيش تتماسكي فيها او ان احنا لازم نقدم للناس دي على الارض على الارض لا كتير، لا كتير مواقف كتير وجعتني جدا. يعني كان في صوره مع واحد هنا دلوقتي ده مريض وراجل كبير ومش قادر يمشي، واتفاجئت ان هو جاي من غير ولاده، فسالته قال لي ما بيسالوش الا كل فين وفين. يعني الموقف ده اثر فيا، والراجل ده خدت رقم تليفونه وفضلت متواصله معاه فتره طويله وقلت له لو اي طلب ليك كلمني. واحده طلبت مني عنواني مش رقم تليفوني لانها ده عارف ما حد لا يشعر بالامان، فرقم تليفونك ممكن ما ترديش. قلت لها لا برد انا برد على تليفوني، ما عندوش الا تليفون واحد وما بنامش، يعني ممكن يجي لي اتصال الساعه 3 الفجر. هي الصوره ولا الثانيه؟ الراجل ده اللي كان، لا مش ده الراجل ده، انا بقول لك ده بيجسد، ده شايل بطانيه، ده واقع المجتمع المصري، ده شايل بطانيه فهو بردان وبيعيط بيبكي كان في الصوره وانا بطبطب عليه، فصوره فظيعه بصراحه يعني انا بحبها جدا جدا يعني. طب انا ليا طلب عندك يا دكتور على الهواء، انا يعني جالي اتصال النهارده من اهل بلدي مركزكم حماده محافظه البحيره، اقسم بالله الناس بتبكي، عند حاله شاب جاله ارتفع الضغط عنده فجاله انفجار، فبيكلموني النهارده هو في المستشفى عندنا في الجامعه في طنطا في الغربيه، هو منكم حماده بلد جنبكم حماده، فانا بطلب من حضرتك وبناشد الساده المسؤولين وبناشد حضرتك، هو محتاج عمليه فوريه، فبناشد حضرتك ان انت تشوفي لنا بقى معهد القلب في امبابه نكلم المسؤولين في الموضوع ده. هو حظه حلو طبعا انه احنا معانا في طبيب الخيل استاذ دكتور عمرو. تمام. استاذ دكتور عمرو استاذ جراحه القلب في جامعة طنطا. كويس جدا. فجميل جدا، انا هبعت له الورق اللي مع حضرتك اللي قلت لها عليه. تمام. هبعته له على طول على واتساب يبص عليه، اذا في حاجه في جامعه طنطا فهو هيقوم بيها، اذا ما فيش حاجه ونقدر ان احنا نساعده هنا في معهد القلب فاحنا متواصلين مع استاذ دكتور محمد اسامه عميد معهد القلب في امبابه، وكمان مع معهد ناصر، فنشوف هو محتاج ايه وان شاء الله نعملها له ونقدمها له. ضروري جدا، ومن عندنا من مركزكم حماده كفر دمياطي ومحتاجين جدا ان احنا ضروري نقف جنب الناس دي ونقدم لها، وانا من خلال حضرتك ومن خلال كل مشاهدينا والساده المسؤولين وزيره الصحه السيده الجميله اللي ما بتاخرش فعلا، احنا برضو لابد ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، الصحه الفلاح المصري محتاج تامين صحي، المراه المصريه محتاجه في كل المجالات، احنا محتاجين ان احنا نعمل لهم حاجه على ارض الواقع، واحنا ان شاء الله هنبقى موجودين مع حضرتك في كل الحملات وكده. التوعيه بقى، التوعيه بقى ان شاء الله بامر الله باذنه، عايز بقى رسائل مجرد نصائح بقى للناس والاجراءات الاحترازيه اللي احنا ممكن نشتغل عليها سواء الست خارجه. بالنسبه للناس احنا بنخلص كده البرنامج يعني؟ لا 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 معاكي رسائل. الاجراءات الاحترازيه احنا اتكلمنا فيها من شويه وقلنا المفروض الناس تعمل ايه، وغسيل الايدين والتباعد الاجتماعي والماسك طبعا والكحول والاكل الصحي اللي بيخلي الانسان مناعته عاليه عشان حتى لو حصل انه هاجمه الفيروس فيبقى قادر ان هو يدافع عن نفسه. تمام. دي مهمه جدا. مفيش مشوار مهم ما نخرجش يا جماعه، ملوش لازمه ان انا اروح تجمعات واروح احضر حاجات، وتاني مهرجان القاهره الدولي ولا مهرجان المهرجانات اللي ملهاش ملهاش لازمه دلوقتي، يعني مش شايف يعني الفلوس اللي بتتصرف في المهرجانات دي يا جماعه نجيبها مستلزمات طبيه ونوديها المستشفيات. انا بدخل حالات دلوقتي، حالات كورونا دلوقتي، واكلم مدير مستشفيات عزل في مصر، اقسم بالله في دكتور فيهم قال لي والله العظيم ما بقبض، انا مرتبي متبرع بيه عشان نجيب مستلزمات. فالاطباء اللي هم اصلا مرتباتهم ضعيفه بيتبرعوا بالمرتب ده كلام عشان مزبوط. ففي حاجات اللي ملهاش لازمه دلوقتي يا ريت نحطها على جنب، وان شاء الله هنعمل مهرجانات كتير بس
بس نعدي الأزمة ونعمل مهرجاناتنا ونعمل شغلنا ونشتغل عليها إن شاء الله عليها. بإذن الله. وطبعا يا دكتور أمانة احنا لسه معانا وقت حضرتك يعني إن شاء الله بأمر الله بإذنه. طبيب الخير بقى يعني إن شاء الله بعد الجائحة دي أولوياتكم في الشغل إن هي ممكن ننزل إزاي ونشتغل إزاي؟ يعني احنا عايزين بقى إيه ننسق مع بعض كده. وإحنا عاملين برنامج فضل. عاملين برنامج وعاملين خطط للأسف هي توقفت بقى عشان تمام. التجمعات وكنا رايحين من 3 أسابيع ورتبنا قافلة لمكان اسمه صنافير في القليوبية. والقليوبية أنا زرتها مرتين قبل كده، زرت المنايل وزرت حاجة اسمها ساحل دجوة. يعني دول قافلتين منفصلتين، فكانت في مكان ثالث اسمه صنافير كانوا مرتبين لنا قافلة هناك، وبعدين لآخر لحظة قالوا لنا بلاش لأنه كان في محاولة لاستغلال الطبيب الخير وتلويثها في انتخابات لصالح أشخاص مالناش دعوة بيهم. فطبعا رحت وقفتها وبدأت تظهر حالات. أنا شفت أنه يعني ما ينفعش أن أنا أعرض ناس كتير لتجمعات، لو حد فيهم مصاب الباقي كله هيتصاب. فلو نستقبل تليفونات الناس اللي عندها أعراض بالتليفون بنستقبل، هسيب رقمي في البرنامج وأي حد في كنترول يعني أي حد في أي وقت يكلمني تحت أمره. تمام. بس ده اللي احنا هنقدر نعمله، استقبال حالات سواء كورونا أو غير كورونا وبنتعامل معاها. وحتى في الفترة بتاعت كورونا أنا كنت بنزل مستشفيات مع ناس وبتعامل معاهم يعني. كنا عاملين برنامج هنروح المنوفية وهنروح الشرقية والبحيرة، كنا لسه راجعين منها بس تحت أمرك عادي. وطبعا الأستاذة اتصلت وقالت نروح مرسمة هنروح، ففي حاجات أماكن كلها لازم على قد ما نقدر. احنا بنحب ان احنا الناس تعمل لنا فوكس، يعني زي ما قلت حضرتك ما بنعرفش أسماء القرى بنتفاجئ. فاللي عايش في الكرة دي، وانا بكتب على فكرة على صفحتي على فيسبوك وعندي متابعين كتير جدا، بكتب اللي عنده مكان محتاج يقول لي تمام وبيرتب لنا المكان ونروح. تمام. ما بنقولش لا يعني. انا عندي مكالمة للحاج محمود الفت، محتاج بس الاعداد يدخلها ضروري، رئيس جمعية الفلاحين، لان طبعا معاك يا دكتورة احنا حضرتك طبعا ناس كتير كلمتني وتواصلت معايا قبل الحلقة بعد ما عرضنا ان انت حضرتك موجودة معانا. فبرضو عندنا اطباء جماعة برضو من كفر الشيخ كلمونا ان الطبيب اللي فقد بصره والاطباء اللي هي فعلا كانوا بيناموا على الارض بيقعوا من كتر التعب وبيقعوا. هل الدو يعني انا متاكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه والدوله فعلا حاطه كل الامور دي في اعتباراتها وبتقف برضو خلف الاطباء والناس دي كويس جدا، بس محتاجين دعم اكتر. ايه الاطباء نقدر نعمل لهم ايه؟ يا فندم هقول لحضرتك حاجه، الطبيب يعني حتى على المستوى المصلحه تمام خليهم عايشين عشان يعالجوكوا. ما انت يعني احنا لو قعدنا نهمل في الطبيب وما نديلوش حقه ما يسرلوش اموره ما هو اسفه ما هيسيبني ويمشي. صح. فليه انا ما اديهوش حقه وهو مش طالب اكتر من حقه؟ يعني مثلا الطبيب اللي بيمرض، استاذ دكتور محمد نصر اللي توفى النهارده، توفى في مستشفى خاص يعني مات على حسابه، معلش انا اسفه. ليه ما فيش مستشفى للاطباء؟ ليه الجيش محترم الناس اللي عنده عامل مستشفى؟ ليه شرطة محترمة الناس اللي عندها وعاملة الإعلام محترم الناس اللي عنده عامل البنك الأهلي؟ ليه إحنا كأطباء لما حد فينا بيقع وما عندوش فلوس هيموت، ولما يموت ما بيتعملش على إنه شهيد وبيفضل ولاده الأطفال الصغيرة بيلفوا حوالين 1000 جنيه ولا 2000 جنيه اللي مش هيقدروا يعيشوهم؟ فلا أسفة إحنا زعلانين وغضبانين، وإحنا بنحب السيد الرئيس، وعشان إحنا بنحبه إحنا بنقول له ركز معانا شوية يا رئيس، يعني إحنا بنحبك فحبنا إحنا كمان. وأنا متأكدة إن هو السيد الرئيس بيقدر ويثمن أي حاجة بتبني الوطن، أي لبنة في جدار الوطن طبعا. وهو عارف قدر الطبيب المصري وعارف طبعا. قدر الـ القيمة اللي بيقدمها الطبيب المصري، وعارف إن هو مش طبيب عادي، لا ده تعب عشان يكون طبيب متفوق. لما بيسافر بره بياخدوه وبيحوطوا عليه وبيستثمروه كويس جدا. فإحنا عايزين إحنا ما رضيناش نسيب البلد ونمشي، وأصرينا إن إحنا نقعد هنا رغم الأجور المتدنية، لكن أصرينا إن إحنا عشان بنحبها إحنا اللي هنبنيها. فعايزين بس شوية عطف، والأطباء بيتمنوا حد يحنوا عليهم يعني بس. تمام. طب إحنا بقى يعني عايزين برضو الفلاح المصري بقى في قطاع الفلاح المصري بتاعنا، طبعا هو بينزل غيط واحنا عندنا الهواء مفتوح شويه عن دي ميزه على فكره، ميزه كبيره. بس هو بقى بينزل يروي ارضه ويتعامل مع مبيدات مع اسمده مع حاجات كتير برضه، مع الست مع الطيور في الاسواق. احنا نقدر بقى يعني هل في نديله نصايح ايه للشريحه اللي هي بتاعتنا اللي بتتعب وكادحه؟ هي نفس القصه يعني ما فيش داعي. لو هو انا مش عارفه الارض لازم يكون بعيد عن الناس، يعني يتعامل باستمرار مع الكحول اللي هو المطهر في ملامسه الاشياء،
لازم يغسل ايديه باستمرار، وبتهيألي في ترومبه ميه وحاجات في الغيط، في ترومبه وفي فيغسل ميه، يغسل ايديه باستمرار، يستخدم الماسك في وجوده بره البيت. وطبعا هم ما شاء الله بيحبوا الخضار والفاكهه، هم بيقطعوا من الارض كده وياكلوا على طول، فما عندهمش مشكله يعني. فهي ياخدوا الخضار ده والفاكهه دي ويقووا بيها المناعه بتاعتهم، ده كل المطلوب بس يعني. من ضمن برضو الحاجات اللي انا برضو باكنها، ان شفت انت الطبيب واقف ازاي، الفلاح المصري ده الوحيد اللي تاني شغال على ارضه في عز الثورات، وفي عز انت حضرتك لمست المواضيع دي، فما سابش بقى ارضه، عمل ثوره فئويه ولا ثوره احتجاجيه، وكان بيطالب وبيزرع ويشتغل على ارضه فعلا. وهو ده اللي احنا نقدر نقدم له كل المساعده وكل الاحترام والتقدير له، لانه احنا كدوله لا تكون الكلمه من الراس الا اذا كان الاكل من الفاس. فلو انا بزرع وباكل بايدي محدش هيقدر يتحكم فيا، يد الله. وده اللي السيد رئيس بيحاول ان هو يرسخه وبيعمله، وبيعمله على ارض الواقع فعلا يعني، استصلاح اراضي زراعيه وزراعات وتصدير وحاجات. تمام. ده اللي السيد الرئيس بيحاول يعمله عشان محدش يقدر يتحكم فينا ويبقى كلمتنا من رأس. انا ازمه بقى ازمه الطماطم ومشكله بقى يعني، احنا هنطلع انت ست مصريه فمتعايشه معانا 15 جنيه كيلو، 15 جنيه كيلو الطماطم. معايا الحاج محمود الحويطي صاحب فكره، رئيس المبادره والجمعيه النهوض بالفلاح وحقوقه والمدافعه عنه، يا حاج محمود. ايوه احمد بيه، ازي حضرتك؟ اخبارك يا حبيب؟ زي الفل يا باشا. معايا الدكتوره اماني وهبه بقى، نقلنا من الطب بقى لاخواتنا وندوا نصايح، زعلانين من الطماطم وزعلانه بقى من الطماطم الكيلو ب 15، والناس زعلانه، ايه الموضوع؟ الاول بنرحب ببنت البلد المصريه اللي المثال الشريف والمحترم لبنت مصر. الله يبارك لك. اللي بتبذل المجهود عشان خاطر تساعد الدوله وتساعد المواطن وتخفف المعاناه. ربنا يخليك. الله يبارك لك. مرحب بك يا دكتوره في كم حماده، ومنتظرين مجهوداتك ان شاء الله. عيني على راسي طبعا. حاضر. ايه موضوعنا بقى مع الطماطم يا ابو الحاج؟ يا سيد احمد، الطماطم والبطاطس اصبحت زراعتها في العالم مدرسه. تمام. وليست زراعة. كويس. اولا العروة اللي بدأت 15/9 وبتاخد 70 يوم حتى تنضج، بيبدأ الانتاج بتاعها في 25/11. تمام يا حاج محمود. تمام. تمام. العروة اللي هتيجي لسه هتبدأ 1/11. حلو. اللي هي مع الكنتالوب. تمام يا حاج محمود. بدأت زراعتها في 1/11 اللي هي بيجي معاها الكنتالوب. حلو. والانتاج بتاعها بيبدا من 20/1 حسب التبكير والتاخير في الانتاج. تمام يا حاج محمود. تمام. فاصل العروه القديمه من العروه دي 40 يوم. تمام. تزيد فيهم الطماطم هتن مرتفع سعرها لحد 20 يناير. طب ايه يعني الازمه دي بقى سببها اللي هو العروه دي ما طلعتش كويس، ولا هي دايما في كل سنه بتبقى كده؟ العلوه المحيره. أيوة. المفترض ان المفترض دول العالم بتعمل ايه؟ بتعمل للوقت ده من تخزين، العام بتخزن ثلاجات. تمام. للتخزين. حلو. تمام. لو انت زرع مثلا 50 فدان بتبيع محصول لل 50 فدان للاكتفاء المحلي. ايوه. وبتخزن ال 50 التانيين بحيث انك تحافظ على السعر ودخل كويس للمزارع. تمام. وتيجي في الازمه تبدا تطلع المعلومه اللي عندك. تمام. صوب القوات المسلحه نهضت الموقف شويه يا حاج محمود، صح؟ نعم. يعني الصوب اللي عاملاها القوات المسلحه يعني خففت شويه، نزلت طماطم برضو كانت كان معمول وكده. هو جهد مشروع طبعا وتجربه يحتذى به، لكن ما حصلتش الاكتفاء الذاتي لسه طبعا. تمام. تمام. فاحنا طبعا بنقول الثلاجات لعز الطماطم بتجمع الطماطم خضراء، ممكن تحتفظ بيها حوالي 120 يوم. تمام. فبنعدوا منها المرحله دي، والمطلوب منها ايه بقى؟ الارشاد الزراعي يوحي الفلاحين بتسميد مكثف من البرون والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم. تمام. عشان نعمله تحجين للطماطم، وبتتاخد 50% من المحصول يتخزن.
نبدأ نطلعه وقت الأزمة. تمام. طيب يا حاج محمود، احنا دلوقتي مثلا انا عايزك تعلق لي على حاجه. معالي وزير الري قال ان في برنامج ابلكيشن الفلاح يقدر بيروي به الارض. هو طبعا ده تقريبا انت متطبق ولا ايه التصريح ده؟ التصريح ده لا يطبق الا من 250 فدان فاكثر، يعني في يعني في 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 المساحات الواسعه بتاعتنا، في المساحات الواسعه زي مشروع المليون ونص فدان. مليون ونص فدان تمام، اللي هو مبادره رئيس الجمهوريه، هيكون مشروع عظيم. اما تفتيت الحيازات يستحال تطبيقه في الحيازات المفتته، الفدان والاثنين والثلاثه والاربعه. انا بشكرك يا حاج محمود، وتوعدنا ان انت ان شاء الله بامر الله تشرفنا حلقه بامر الله باذنه، وفي انتظارك بقى ان شاء الله تكون معانا حلقه نتكلم اكتر عن مجالنا في القطاعات الزراعيه. وربنا يخليك يا حاج محمود. معايا تقرير دكتور اماني من الدكتور حمدي زغلول استشاري النساء والتوليد بكفر الشيخ. التقرير ده هو عمل حاجه كويسه جدا في المركز بتاعه. المركز ده بيقبل الحالات الفقيره والمتوسطه، حضانات للاطفال، لاهلنا. فاحنا هنشوف في كفر الشيخ بس ولا في المحافظات؟ هو في كفر الشيخ، فاحنا ان شاء الله نعمل احنا نتعاون معاه كمان ان شاء الله. لاولادنا اللي هم فقراء بيقبل الحالات دي من الصحه. وعامل حمله عشان كمصر نشوف التقرير. الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والتوقيت اللي احنا فيه بالذات، الوباء وظروف الناس الاقتصاديه والحالات اللي احنا بنشوفها حوالينا، فالحقيقه فكرت بالاتفاق مع زمايلي والناس الزملاء الافاضل اللي بيجوا يشتغلوا حالات في المركز والاستشاريين واخصائيين الاطفال اللي شغالين بالاطفال والحضان، ان احنا نقوم بالمبادره ديت، ان احنا نتعاون. لان يعني المفروض ان كل دكتور في مجال شغله يعني على قد ما بيقدر بيساعد في اليومين اللي احنا فيهم دول. احنا هنقدر نقدم الموضوع دوت عن طريق شغلنا، وان احنا نساهم ونشيل اهالينا اللي هي مش قادره في ظل التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. علشان كده احنا فكرنا ان احنا هنساعد بايه، نقدر نساعد من خلال شغلنا، وان احنا نساعد الحالات اللي مش هتقدر، لان طبعا ظروف الناس دلوقتي صعبه شويه، نقدر ان احنا نشيل عنهم بعض العبء الموجود. احنا طبعا فكرنا يعني ايه الوضع اللي ممكن يتعمل، او ايه الاسم اللي ممكن يتعمل دلوقتي. احنا قلنا يعني انسب حاجه كله علشان البلد، فهنبقى يعني نسميها مبادره علشانك يا مصر. الحالات طبعا عن طريق المديريه، يعني بصراحه من الناس اللي هي يعني بتبذل معانا مجهود جامد جدا، الدكتوره سوسن سلام وكيله الوزاره، الدكتوره سماح جاد رئيسه العلاج الحر. الحقيقه ما فيش جهد مدخر بالنسبه لهم، ان هم متابعينا في حاجات كتيره، ويمكن حصل قبل كده اتصال في حالات كتيره جدا 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 بالنسبه للمستشفى، بالنسبه للحالات اللي هي مش قادره. فمن خلال المتابعات ديت مع الحالات اللي هي مش متوفر لها، او الحالات اللي مش موجود لها مكان في المستشفى العام او الجمعيات الشرعيه، او حاله خطر متوفر لها مكان على تنفس او غيره، احنا زينا زي المستشفيات العام بالظبط، هتستقبل بنفس الطريقه وبنفس الشغل، بالتنسيق مع المديريه، بالتنسيق مع وكيله الوزاره، بالتنسيق مع الدكتوره سماح جاد. وان شاء الله هيتقدم لها خدمه على اعلى مستوى ومجانيه. طبعا ده خارج نطاق الموضوع الادويه او الاشعاعات او الفحوصات اللي ممكن تتعمل خارجيه غير كده، لا يعني اقامه المكان، دكاتره المكان، الشغل اللي جوه المكان، كل ده ان شاء الله هيبقى بالمجاني باذن الله. بنشكر طبعا بنشكر الدكتور حمدي زغلول تمام على المبادره دي، والدكاتره كلها على المبادره عشانك يا مصر. ده طبعا الاسم جميل وعبقري بصراحه يعني طبعاً. واحنا عشانك يا مصر احنا كمان عايزين طبيب الخير تتعاون مع عشانك يا مصر ونقدم اي حاجه لمصر. مصر في قلوبنا وعلى راسنا من فوق وبنحبها. والرساله الاخيره اللي بسرعه هوجهها للمسؤولين اللي طبعاً. موجودين، الامانه تستدعي ان احنا ما نقولش تمام يا فندم وهو مش تمام. يعني لما يكون عندي حاجه ناقصه أنا هقعد على الكرسي أكتر لما أقول إن الحاجة دي ناقصة وأقدم خدمة للناس، مش العكس. بنحب البلد وبنحب القيادة السياسية وفي ظهرها،
وبنتمنى القيادة السياسية طبعا أكيد الكلام اللي أنا قلته مش هعيده تاني، بس مستنيين الأطباء، مستنيين حاجات كتير من الرئيس. شكرا. شكرا لك يا دكتورة أماني، نورتينا. الإنسانية في أبهى صورها، والست المصرية في أبهى صورها. وطبعا أنا بشكر كل مشاهدينا الكرام، وبشكر الفريق الإعدادي اللي ورايا، وكل الناس المحترمة اللي بتهتم بالقطاع الكبير بتاعنا، قطاع الفلاحين. وبنشكر الأستاذ محمد فتحي، كل الناس حبايبي اللي هم بساعدوا في البرنامج ده. والله بجد يعني احنا عايزين نعمل حاجة لكل حبايبنا وأحمد نبيل وكل الناس، وإن شاء الله ننزل لكم على أرض الواقع، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نقدم لكم كل حاجة كويسة وطيبة. وأي حاجة تواصلوا معنا على رقمنا اللي احنا هنسيبه لحضراتكم، وإن شاء الله دايما معاكم برنامج الناس الطيبة. تصبح على خير، وألف ألف شكر مشاهدي العزاز عليا أوي في رعاية الله.